السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا في احسن حال. معكم ليندا، اليوم فيديو جديد على القناه. اول حاجه نتمنى لكم يوم سعيد وبدايه اسبوع موفقه، وراح نبداو على بركه الله. اليوم نتكلموا على ناس راهم قله قليله جدا في صبغ الشعر. واش معناه؟ معناها كاين واحد الناس يعانوا انه اللي مشتحهم يطلعوا غير بالذراع، يعانوا كي يفتحوا شعرهم ما يتفتحش. هاد من الناس يسموهم صاحبات الشعر العنيد. صاحبات الشعر العنيد يكون شعرهم ليزيكاي تاعو او المسامية تاعو تجي مغلوقة بزاف، بالتالي ما تستقبل لا لون لا لماش لا تفتيح. واذا فرصينا الشعر، يعني مثلا تروحي عند الحفافه وتفرسي الشعر باش طلع لك ليماش بلاتين، خاصه البلاتين او الاشقر الفاتح، هنا الشعره تدمر، يعني راح توصلي لمرحله انه يوصل للاورانج فقط ويدمر. اذا انا اليوم الفيديو هذا اش عملته لكم حبيباتي، لانه كي نحبوا نصبغوا الشعر تاعنا لازم نعرفوا هو نوعيته واش. اذا كان شعرك تنطبق عليه هذه المواصفات اللي هي شعر عنيد يخرج ليماش، كان تحسي انه طول معاك ساعه توصل حتى 3 ساعات، كذلك التفتيح كل ما ديري ميلونج يخرجك نص بنص، فاليوم راح نعطيكم واحد الميلونج يا حبيباتي اللي هو ميلونج يعتبر احترافي لتفتيح الشعر العنيد. وهذا الميلونج باش يكون في عندكم، هو ميلونج اما تقدري ديريه باش ديريه فوق منه لماش، اما تقدري ديريه كلون عسلي يخرجك لون واحد العسلي يهبل. بالاضافه انه اللون هذا لو كان لانه قوي بزاف الخلطه اللي فيه، لو كان يبيريلك على اورانج فاتح، هنا كي راح ديريه اشقر مخضر ديريكت، وراح نفهمكم في لي ديتاي في الفيديو. نبدو على بركه الله. شعرك عنيد وكرهتي من الميلونجات اللي ما عطاتكش حتى نتيجه، اذا خذي الارقام الاتيه واللي هي التالي. راح نهزو 11 كامله، 11 كاملة في لوريات، ترقيمها الدولي 8.1. اوكي، نهزو 11 كاملة، 11 كاملة نهزوها مع نصف من رقم 24 اللي هو اشقر ناصع البياض، اشقر ناصع البياض اسمه الدولي ألترا بلوند. هذا الرقم تلقوه عادة في الارقام الدولية 100 في غارني ولا في لوريال الى اخره، حتى في اندريا 100. نهزو ايضا منه نصف، اذا نهزينا 11 كامله نصف من 24، وراح نهزو النصف من 34، 34 اللي هو اسمها الدولي اشقر ثلجي اكسترا بلوند 34، وتلقوه في وش اسمها في غارني 10. اذا نعاود لكم الان الارقام بلوريات، وعطيت لكم الاسماء وعطيت لكم ايضا الماركه العالميه باش تقدروا تهزوا الارقام في اي ماركه تحبوها. نعرف عندي حبيباتي بزاف في الغربه، فتحيه لكم. اذا نهزو 11 كامله نصف 24، ربع 34. هنا الاكسيدون قداش نهزو؟ راح نهزو عبوتين كاملتين ونصف من الاكسيدون 30 فوليم. كي نقول انا عبوتين ونصف من الاكسيدون واش معنى؟ معناها هذوكم لي تيوب الصغار هذوك نهزو منهم زوز ونص، نخلطوهم جيدا. ونجو الان الى مرحله واللي هي باش نحافظوا على لاكولور هذه، وهذه لاكولور تخرج لنا بلا اورانج للناس كيما قلت لكم تحب طول تتحصل على ومش راح تفتح به. راح نهزو قيس مغرفه صغيره تاع قهوه من 38 اللي هو الازرق. الازرق يا البنات تلقوه في كامل لي مارك مكتوب عليه ازرق بلو. بلو هذا واش معناها؟ هذه هي صبغه ميحنه في الحلاقه والتجميل، ساعات تصرى اخطاء ولا نحبوا نفتحوا بدون اخطاء فنزيدوا المصحح الازرق. اذا نزيدوا مغرفه تاع قهوه هكا صغيره خلاص تاع ازرق، نخلطوا جيدا. والان نبدو نطبقوا من تحت ونطلعوا. علاش حنطبقوا من تحت؟ الالوان هذه جايه فونسي بزاف، كلير بزاف وفونسي، يعني عفوا قويه بزاف على الشعره، فتفتحها ديريكت ان شاء الله. تبدو من تحت وتطلعوا، تصبغوا شعركم من تحت وتطلعوا، مش تخلوا الصبغه ربع ساعه بطاطو، لا تصبغوا من تحت، توزعوا الصبغه من تحت وتبدوا من فوق وتغلفوا شعركم كامل. والان يبدا التوقيت. التوقيت راهي كل وحده وعندها لي زيكاي تاعها. اذا كان شعرك وجذوره عاديه جدا، يعني كيما نقولوا احنا يتفتح بالخف قولوا ربع ساعه 20 دقيقه نصف ساعه يا سيدي، يخرجك من واحد اللون البنات عسلي يهبل. اما اذا كان شعرك عنيد خليه يا اختي، خليه حتى نصف ساعه 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 و10 دقائق معليش، خليه وراقبيه، وقفي حدا المرايه كل 10 دقائق ومسيس الخصله ونشوفها تفتحت لدرجه اللون اللي تحبيه اغسله. هنا هذا اللون راح يعطيكم اللون العسلي. اللون العسلي هذا الميزه تاعو شي هو يخرج ليكم ليماش بلاتين، ويخرج ليكم ليماش في الدوغي. وكي نقولوا ليماش بلاتين اكيد ليماش بلاتين ما تحطوش على العسلي، ما يجوش باهين خلاص. هنا كي نتوما تطلعوا العسلي كونوا اذكياء، ديروا الحيله هذه، حطوا عليه اي رقم من الارقام اللي تحبوها، عندكم 6 وعندكم 5، هذا باش تكامفلو اللون هذاك العسلي وتجبدوا ليماش. علاش؟ لانه انت شعرك عنيد لو كان ديري ليماش مش راح يخرج الا بعد 3 سوايع وممكن ما يخرجش. درتي هذا الصبغه فتحتي بها
ثم ديري رقم 15 دقائق فقط، واش بدي المش تاعك ولا ربع ساعه، هنا تتحصل على نتيجه روعه. اما الناس اللي تحب تدير فوق هذا اللون هذا اللي مش دوغي، ما نحكي لكمش كيف يخرج، يخرجوا يهبلوا ولا بالياج ولا اومبري، ولا ديري عليه خصولات تاع كراميل مع العسلي، يخرجك هايل وتتهنوا. المشكله انكم ديما ونجوا تسبغوا شعركم العنيد ما يطلع لكمش اللون. راح تقولوا لي هذا اللون راهو يغطي شيء؟ بلا، ديما كي تسمعوا اي قناه مهما كانت تحل فيكم حتى على المسح وتقول لكم باللي فتحي شعرك وخبي الشيب، عارفي باللي تبلعيطه، لانه تفتيح الشعر انت راح تزيدي تفتحي الشعر، معناها الشيب راح يزيد يتفتح اكثر، راح يتكرسع، فالتفتيح معناها انه ما يغطيش الشيب. قادره انت تفتحي ثم تصبغي بلون فاتح، يعني يكون غامق شوي على الدرجه هذيك فتغطي اللون. يعني قادرين انتم درك تسمعوا في عندك خلوطه في شعرك، ديري هذا الميلونج اللي عطيته لكم الان اللي هو 11 كامله نصف 24 ربع 34، ديريها على شعرك كل اللي يكون مخلط فيه الاورانج فيه الالوان كل، تحطيه وتشوفي الالوان توحدت، تغسلي شعرك اختي ويكون فيه الشيب طبعا، وديري عليه اي رقم ما عندك، رقم 6 ورقم 5، ابها ارقام يخرجوا لي ماش، ديريه وما نحكي لكمش يخرجك اللون توب اوف ذا توب. اما الناس اللي تحب هذا اللون يفتحوا به، يعني هذا الميلونج تفتحوا به ثم تديروا 6.1 في اندريا، يخرجيكم اشقى المخضر روعه. مين نحبكم تطولوا به شويه حتى يولي لكم الاورانج فاتح، كل ما طولتي به ولا الاورانج فاتح، غدوه من ذاك تزيتي شعرك وتغسليه، غدوه من ذاك تحطي عليه رقم 6.1 في اندريا. ما نحكي لكمش على اللون يخرج لك مهبل تاع الصح، لون في الفيغ كانك درتي لي ماشي درتيه. الناس اللي درك حتسقسيني ليندا راهو عندي لي ماش في شعري، هل ندير هذا الميلونج ولا لا؟ اكيد يا اختي ديريه، ما نحكي لكمش على اللون اللي يخرجكم. لي ماش تاعك هذوكم يزيدوا يتكلرسوا خلاص، يولوا بيض والشعر تاعك يتعسل، يعني يولي معسل. الان حتقولوا لي ليندا رانا درنا لي ماش وراو شعرنا يعني غامق بزاف وحابين نبينوا لي ماش ابها والشعر نفتحوه، نفس الشيء ديروا هذا الميلونج، الشعر تاعك ما حيتفتح ولي ماش حتى بيض خلاص، حتى اذا كانوا لي ماش تاعك في الاورانج وراكي كيرها منهم وتعبتي انك خسرتي دراهم وما طلعوش ليك باهيه، الميلونج هذا كي ديروه راح تحطوه على شعركم راح يتفتح، لكن بشرط ما تخلوش يطول بزاف، ونشوفوا لي ماش تاعكم تكرست وبياضت اغسلوا، يعني تحصلوا حتى على لون بني فاتح ماغون تري كلير الى اخره، يعني بني غامق ولا بني فاتح خلاص، ثم اغسلوا، مش شرط تطولوا به حتى يولي عسلي، فباش يعني فقط تبيضي لي ماش تاعك. اذا البنات كان هذا هو فيديو اليوم، حبيت نشارك معكم هذا الميلونج الاحترافي، يستعمل في صالونات الحلاقه والتجميل، بزاف نخدموا به، وان شاء الله راح نفهمكم واش معناها الميلونجات الاحترافيه اللي نخدموا بها في الصالونات، واش معناها الميلونجات اللي تخدموا بها انتم في الدار. نعطيكم فقط لمحه، شوفوا البنات احنا في الصالون ما نجيش كيفكم انتم في الدار، كينا مثلا نحل حفافه ونعود نخدم، كي تجيني طفله حابه تصبغ شعرها ساعات تكون ما عنديش انا الوان، لازم تكوني انت كحفافه تعرفي ميلونجات احترافيه تطلعي بها الوان اخرى، فهمتوني؟ لكن انت في الدار، لانه في الدار مش كيش متعلمه الحفافه، نعطيك انا ميلونج سهل يطبق طول تحصلي على اللون، لكن انا ساعات مثلا تكوني عندي 10 الوان نهز منهم ربع ربع ويطلع لي لون، فهمتوا؟ لاني نعرف انا خدمتي. فباذن الله في الفيديوهات القادمه راح تكون عندكم ميلونجات احترافيه، قادره تستعمل من الحفافه اللي تكون مبتدئه، او قادره تستعمليهم انت كسيده في الدار، وقادره ايضا تستغلوهم وتخدموا بهم في الديار، مثلا انت تكوني ما عندكش دراهم حتى انتم ديروا بروجي في دياركم في العيد، قولي لبنات خالاتك انت تكوني جربتي ميلونج طبعا واحترفتيه ودرتيه وطلع لك مليح، قولي بنات خالاتك بنات عماتك سلفاتك لوزاتك اللي تحب تصبغ تجي تصبغي لها وتخلصك، لانه ماهوش عيب العمل، العيب انه الانسان يقعد ويستنى انه نستعطيه، فهمتوني؟ فتعلموا الصبغه، الصبغه راهي تدخل دراهم زرقاء خاصه اللي ماشو صبايغ، فهمتوني؟ انا واحده من الناس كنت قبل نخدم، للاسف درك اني ما نقدرش نخدم لاني عندي بروبليم في الظهر تاعي وما نقدرش نوقف بزاف وما عنديش الناس يتعاوني تخدم معايا، كنت ندخل دراهم منها ما تصوروش قدواه. فانتم اذا كنتم حابين يديروا هكا بروجي مليح وكلش، فما عليكم الا انتم تتعلموا الميلونجات في رواحكم، ثم كي تتعلموا تكتبوا في ورقه ديما ديروا كارني عندكم، لانه مش كيف واحد قاري ومارس المهنه كيف واحد راح يتعلم من درك، كتبوها في الوحده، قال درت الميلونج هذا ربع ساعه وطلع لي كذا، قال درت هذا اللي ماش، قال هذا غطيت به الشيب، حطوهم كي تجيكم وحده ديروا عليها. وديما حبيت نوصلكم الى واحد المعلومه انتم تخافوا منها بزاف، هي اني نخاف لنصبغ الوحده ويطلع شعرها اورانج، هاي سيدي صبغتي الوحده وطلع شعرها اورانج ومن بعد وش راح يصرى؟ عندك الالوان انا حطيت لكم اكثر من لون في القناه، تقدري ويطلع لها ثم اورانج ما تفيقش بك اصلا، كافري ويخرج لها لون يهبل. باذن الله حتى هذه راح ندير لكم عليها يعني ميلونجات احترافيه تعودوا تخدموا بهم في الصالونات تاعكم او في الديار. اذا البنات حبيت نستفادوا مع بعض مع ميلونج احترافي، ان شاء الله يا ربي يعجبكم،
ديروه وعسوا ديما شعركم، مش تخليه تبقى تنقي في البطاطا وتنقي في الثوم وتنسي شعرك حتى يولي كارثه، لا ديريه وكلش. واللي شعرها يابس، شعرها يابس باش تصبغ شعرها لازم عليكم في الليل تزيتوه والصبح تغسلوه غسله خفيفه ثم تصبغوه. اللي شعرها يابس وتحب تفتحه في الليل تزيتيه مليح والصباح تغسليه غسله خفيفه، يعني جوست هكا رغوه واحده برك، ثم تشليه وتنشفيه وتحطي عليه شويه فازلين وتصبغي، راح يطلع لك اللون يهبل بلا ما يزيد يتكسر لك الشعر تاعك. كان هذا هو فيديو اليوم، تهلاو في روحكم والسلام عليكم.